نبتدي اول حاجه لينياريتي. اوكي بيسكلي احنا عندنا طبعا عشان الديفينيشن بتاع اللابلاس ترانسفورميشن ده عباره عن انتجريشن، فالانتجريشن باي ديفينيشن ده لينير. اوكي فالكونديشن بتاع اللينياريتي بيقول لنا اللابلاس ترانسفورميشن بتاع اي اف اوف تي يو اوف تي، طبعا اليو اوف تي ده احنا فاكرين دي حاطينها علشان نتكلم على الوان سايدد لابلاس ترانسفورميشن، فهي فعليا بتكلم على اف اوف تي واتكلم على جي اوف تي بس وان سايدد. اوكي فالكلام ده المفروض في الاخر لو انا كان عندي الحاجات دي لينير يبقى معنى كده ببتدي اعمل بقى الديستريبيوتيف او اسامي بقى السكيلينج بروبرتي والاديتيفيتي بروبرتي عشان في الاخر احولها انها تبقى كده. يعني اللابلاس ترانسفورميشن ده يخش جوه هنا يبقى اي لابلاس اوف اف اوف تي وبي لابلاس جي اوف تي، فيطلع لي في الاخر اف اوف اس كابيتال اف اوف اس وكابيتال جي اوف اس اللي هم لابلاس ترانسفورميشن بتوع ايه؟ بتوع الاف وبتوع الجي. لو احنا حطيناها بقى في ماثيماتيكال فورم عشان نثبتها، انا هحط دلوقتي هنا بدل ما احط اف اوف تي بس لوحديها، لا احط اي اف اوف تي زائد بي جي اوف تي. كويس، ونبتدي بعد كده بقى نستعمل خصائص بتاعه الانتجريشن. هلاقي ان الاي دي مالهاش علاقه بالفاريبل بتاع الانتجريشن فاقدر اطلعها بره، البي نفس الكلام، هفصل البلس دي اخليها تو انتجريشنز مستقلين، ففي الاخر يطلع لي حاجه بالشكل ده زائد حاجه بالشكل ده. الحاجه اللي بالشكل ده هي عباره عن اللابلاس بتاع الاف اوف تي، والحاجه اللي بالشكل ده هي عباره عن اللابلاس بتاع جي اوف تي. ففعليا هنلاقي ان فعلا الكونديشن بتاعنا بتاع اللينياريتي ده بيتحقق، فمعنى كده ان هيطلع لي في الاخر اللابلاس بتاع combination of functions هي عبارة عن المجموع بتاع اللابلاس ترانسفورميشن بتاع كل واحدة منهم. دي طبعا مهمة جدا لأن أنا بعد كده لو في عندي أي function أقدر أعمل لها decomposition in terms of more than one function من الفانكشنز الموجودة في التيبل، نقدر نحسب على طول من التيبل اللابلاس ترانسفورميشن بتاعها، مش محتاجين نحسب لها لابلاس من الـ first principles من الانتجريشن. integration.